انا مش سهل علي اخذ هيك قرار ايه لانه ما حدا إله معي إذا أنا عندي مصاري. في مقابلة تلفزيونية أجريت قبل شهر منح وزير الخارجية جبران باسيل الإعلامي مارسيل غانم كتابا يتيح لغانم الكشف عن أرصدة حساباته الشخصية كافة. بعد شهر غرد جبران باسيل سائلا عن متابعة غانم وفريق عمله لهذه القضية. ولأن باسيل سأل فقد ردت قناة الجديد عبر حسابها الرسمي بالقول: قناة الجديد سبق أن تابعت ومستعدة لمتابعة هذا الموضوع بمنتهى الجدية مذ أقدم باسيل على هذه الخطوة توجهت الجديد إلى وزراء ونواب طالبة إليهم الإقدام على خطوة باسيل. بعضهم قبل وبعضهم الآخر رفض، ولأن الجديد عرضت رد باسيل على عرض الجديد بالقول آمل أن تكونوا كذلك وأن تذهبوا بالموضوع حتى النهاية، وأنا على استعداد للقيام بكل ما يلزم لتحقيق ذلك. وللجديد باع طويل في ملاحقة الحسابات المالية السرية الخاصة بالشخصيات العامة من وزراء ونواب وفنانين وتحقيقات سويسليكس وأوراق بنما اللذان نفذتهما الوحدة الاستقصائية خير دليل على ذلك ولأن باسيل وعد بإجراء ما يلزم لتسهيل المهمة أعددنا الكتاب نفسه الذي منح للزميل غانم تاركين لباسيل مساحة تحديد الطرف كما وعد وما عليه سوى التوقيع مرة جديدة ادم شمس الدين قناه الجديد